ولكل واحد سؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو فضلكم أداء السنن التي ينبغي على المسلم اتباعها يوم الجمعة، وما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قراءة سورة الكهف سنة لأن فيها أجرا عظيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعل في يوم الجمعة فهو أولا الاغتسال، والاغتسال للجمعة واجب، إذا تركه الإنسان بدون عذر كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب لامه على تأخره، لامه فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنت ترى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مقامه في الإسلام، وكما نعلم جميعا أنه الخليفة الثالث في هذه الأمة، ومع ذلك عاتبه حين اقتصر على الوضوء، ولكنه واجب تصح الصلاة بدونه، لأنه ليس واجبا عن حدث كغسل الجنابة، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه إلا لعذر، كما لو كان هناك برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، أو كان مريضا يتضرر بالغسل، أو ما أشبه ذلك. ومن هذا ومن ذلك أيضا السواك، وهذا السواك ليس السواك العادي، بل هو سواك خاص تنظف به الأسنان أكثر ويدركها أكثر، ومنها الطيب، أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وثوبه، ومنها التبكير إليها، أن يبكر حين تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقال من اغتسل يعني يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة، هذه فرصة العمر، أي فائدة لك أن تبقى تقطع الوقت كما يقولون في البيت ولا في السوق وتترك هذا الأجر العظيم؟ اذهب إلى المسجد، يحصل لك ثواب هذا القربان، بدنة أو بقرة أو كبش أقل أو دجاجة أو بيضة، بعد أن تغتسل. ثم إذا ذهبت إلى المسجد سيحصل لك خير كثير، تشغل بالصلاة بالقراءة، إذا مللت من الصلاة قرأت، وإذا مللت من القراءة صليت، ولا بأس أن تتحدث إلى أحد إخوانك بشيء نافع كالمباحثة في العلم أو ما أشبه ذلك. لكن الحرمان والشيطان نسأل الله أن يعيننا وإياكم منه يغلب على كثير من الناس، تجد في البيت ما للشغل، تردد في بيته بس لجل يقضي الوقت على سن يأتي وقت الصلاة، وهذا من الحرمان الكثير. كذلك أيضا مما يسن في يوم الجمعة قبل الصلاة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، أحسن ثياب التي عنده سواء كان جديدا أم غسيلا، لأن ذلك من السنة. وينبغي أن يتحرى الدعاء إذا دخل الإمام يوم الجمعة، أن يتحرى الدعاء بما شاء، ولا سيما في أثناء الصلاة، لأن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. ومنها أن الجمعة من
خصائصها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرها، صلي دائما، لسانك لا يمل ولا يتعب، صلي دائما، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، واسمع الشمس جالس في المسجد في البيت في السوق، والخير كثير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشياء كثيرة ترجع إليها إن شاء الله لتكمل الفائدة.